بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل، النهارده ان شاء الله معانا كياس بورتاج. بسم الله ما شاء الله، عملنا الكراسي، الكونسول، الابواب، الطاره، دواسه الارضيه، ما نزلناش الفبر الحوض، نفس الالوان والتصميم بتاعه العربيه بتاعه السودان بس بدون الفبر. خلينا نبدا بالابواب ما شاء الله. عملنا قطعتين جملي، في ناس بتعمل المخدع بس، في ناس بتعمل القطعتين مع غرزه ذهبي، دواسه ارضيه اسود بكلبساتها، فرش كله لون واحد مع تطعيمه صغيره بس اسود مع خيط ذهبي مع تصميم بالمكنه الكمبيوتر، طبعا بفضل الله الفرش الاصلي راكب تحت ده، والتكسيم ده كله من غير اي اثر ولا تقطيع ولا تخريم فيه، مع شده محترمه تقعد مهما تقعد ولا يهرهر ولا يكشكش ولا يحتاج تشد. غرزه مسطره ما فيش عوجه في الخيط، ما فيش كشكشه في الجلد. بص ما شاء الله اللهم بارك. جراب الطره ده بقى عجبني، الحته الجمله دي ما شاء الله اللهم بارك، مع غرزه الهاند ميد اتفصل وداخل تحت المب زي الاوريجينال بالظبط، اللهم بارك، ربنا يبارك لصاحبها يا رب. خلينا افتح لك جنب جنب من باب باب، كانك قدام العربيه عشان تستلم، لقيت عوجه. بص التفاصيل، بص القيمه دي، هتلاقي نفس القيمه دي، بفضل الله ببيع لك شغل مش كلام. مخدع الكونسول مفيش اي كسر، مفيش اي كلكعه، بص لوحده ما شاء الله. خلينا افتح لك الباب الثاني، ظهر الكرسي بص تفصيلته بجيوبه بكل حاجه. بص الغرزه المسطره مع التكسيم، مش حاجه معبيه هوا، نفس الكلام التفاصيل. بص القيمه دي، هتلاقي نفس القيمه دي، شغل المخادع، وكمان مفيش شغل بالامير، مخدع كله هاند ميد، وكنا علمنا الناس الصنايعيه ونزلنا فيديو مخصوص للطريقه دي ما شاء الله. خلينا افتح لك الناحيه بتاعت الباب الثاني، بص فواصلك فروقاتك، مفيش حاجه عامله فروقات، كل حاجه مسطره. خلينا افتح لك الجنب الثالث، بسم الله. طبعا الجزئين دول عشان يتعملوا بيتفكوا بره الباب، بس بص ما شاء الله كل حاجه على وضعها، مفيش فروقات ولا كان الباب اتفك. ادي الغرزه المسطره اللي في الدورانات اهي، نفس الكلام، فتحه المخدع، بص هتلاقي المخدع دخل لوحده، بص مفيش كلكعه، يفتح تاني مفيش اي حاجه قدامك. بفهمك وبعرفك عشان لو ما حصلش نصيب وما جتش عندي يبقى انت عارف بتدفع فلوس في ايه، بتستلم فرش ازاي، حاجه مش هتعملها كل يوم، ولا انت لاقي وقتك ولا فلوس، يبقى لازم الشغل يكون ايه زي ما الكتاب قال ما شاء الله. كياس بورتاج، كراسي، ارضيه، مخدع، كونسول، ابواب، جراب طاره عجبني قوي ما شاء الله الله اكبر. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تزعلوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.